ذكرت وزارة الدفاع أن القوات الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية بعد اختراق نواتها في منطقة الشورى بالموصل. أوضحت الوزارة في بيان لها أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية استباقية ونوعية تمكنت من اختراق هذه الخلية. وأضاف البيان أن أفراد الخلية من المطلوبين القضاء وفق المادة 4 إرهاب.